اهلا بحضراتكم. خلينا نبتدي بالاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى بالامس اتصالات هاتفيه من كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان واورسولا فوندرلاين رئيسه المفوضيه الاوروبيه ومارك روتا رئيس وزراء هولندا. الاتصالات تناولت التطورات الجاريه في قطاع غزه والتشديد على ضروره دفع الجهود الراميه للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضيه الفلسطينيه على اساس حل الدولتين. يمكن كل الاتصالات دي منا بتؤكد على ان مصر يعني لا تضيع وقت من اجل حل القضيه الفلسطينيه وبتسعى في كل الاتجاهات الاقليميه والدوليه ايضا حقنا لدماء الاخوه الفلسطينيين. كمان من بين الاحداث اللي حصلت بالامس دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجرى زياره الى محافظه الاسكندريه تم خلالها افتتاح عدد من المشروعات منها افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم وتطوير المنطقة المحيطة به. أيضا ماذا حدث بالأمس ده اللي هنتابعه من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع. واتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف والتشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية. وشدد الرئيس في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقناً لدماء المدنيين من الجانبين وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من مارك روتا رئيس وزراء هولندا، تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وتوافق الجانبان على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية للمنطقة برمتها. وشدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث جميع الأطراف على تبني مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية، مؤكداً أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. امبارح استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. شهد اللقاء تأكيد التطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفع القوية للتعاون الثنائي ودفع ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جيانا بيترو بينيديتي رئيس مجلس إدارة شركة دانيلي الإيطالية. شهد اللقاء التباحث حول آفاق التعاون بين مصر والشركة اللي بتعد من أعرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب. وأعرب رئيس الشركة الإيطالية عن اعتزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات. امبارح بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة لمحافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم وتطوير المنطقة المحيطة. وعقب إزاحة الستار إذاناً بافتتاح المتحف بعد الترميم، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من قاعات العرض بالمتحف للتعرف على جوانب التطوير وتحديث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة.
امبارح خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وشهد اصطفاف للمعدات وسيارات الخدمات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات بالإسكندرية، كما استعرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة اللي تم ضمها مؤخراً للعمل بالإسكندرية، واستمع إلى شرح حول الخدمات المختلفة اللي بتقوم بها الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، وقام بجولة تفقد خلالها جانب من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته اللي تضمنت العيادات الخارجية وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية، واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودي الألماني في تقديم الخدمات الصحية من خلال فروعها بالوطن العربي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، وشددت على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية، موضحة أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما بتعد مادة نجاح ورسوب فقط، ويجب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي. نروح دلوقتي لجولة أخبار المحافظات، ونبدأ من الوادي الجديد اللي فيه بيتم تجهيز أرض المعارض استعداداً للملتقى الثالث للطمور. ومن الوادي الجديد للجنوب أسيوط تم افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري. خلينا بقى نروح المنوفية، تم حظر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة وده للحفاظ على البيئة، وفي البحر الأحمر في مبادرة 100 مليون صحة قدمت خدمتها لأكثر من 90 ألف مواطن. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد تم تجهيز أرض المعارض بمدينة الخارجة في إطار استعدادات المحافظة لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، وتجهيز الأماكن المخصصة للعارضين وإمدادها بكل الاحتياجات اللازمة، ورفع كفاءة الموقع العام للمعرض، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية ومرافق الكهرباء، واستكمال تنفيذ الجداريات الفنية بالموقع. فأسيوط افتتحت المحافظة وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري بتكلفة 7 مليون جنيه، بجانب وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية، وده تمهيداً لتوزيعها على الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف. في المنوفية أصدرت المحافظة قرار بشأن حظر تشغيل مكامير الفحم اللي بتقوم بالحرق المكشوف، وتم تكليف الوحدات المحلية والبيئة بالتعاون مع مديرية الأمن بتنفيذ القرار اللي بيأتي في إطار توجه الدولة بالمحافظة على البيئة، وشنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية حملات مكثفة لتنفيذ القرار بشأن حظر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة والتعامل الفوري مع المتواجد بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن فتح باب التقدم للحصول على مكافآت تشجيع النشر العلمي للأبحاث اللي تم نشرها خلال عام 2022، وده لمدة شهر اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر، وده بهدف دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم المزيد من الإنتاج العلمي البحثي اللي بيرفع من التصنيف الدولي للجامعة. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الصحة أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية ميت يوم صحة بالمحافظة بلغ 90,588 منتفع، وبتشمل الخدمات الوقائية وخدمات صحة البيئة والأغذية ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية. في بني سويف أعلنت مديرية الطب البيطري أن إجمالي الماشية اللي تم تحصينها ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة وصل ل 17,400 رأس من الأغنام والمعز، وده منذ استئناف العمل بالحملة مطلع أكتوبر الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقاً للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.